الإحصائية اللي انتشرت مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي أن هناك 56 ألف مطلقة من المواطنات في دولة الكويت. نعم. فخلنا نتكلم عن هذا الرقم وأتأكد الكل شافه. في البداية عندي كلمة دائما أقولها قبل الكلام عن الإحصائيات، فأقول العبرة ترى مو بالأرقام ولكن بطريقة قراءة الأرقام وتفسيرها. شلون؟ نعم، أنا إذا قلت لك مثلا عندي جامعة الكويت هناك مثلا 5000 طالب مفصول، أول ما تسمع أنت الكلمة راح تقول الله رقم كبير، لكن إذا قلت لك أن هذا العدد هو من أول ما افتتحت جامعة الكويت من الستينات لليوم راح تقول عدد معقول نتيجة تراكم 50 سنة. نعم. أنا اللي بقول لك يا هني الستة وخمسين ألف مطلقة موجودين في الكويت هي تراكم، عملية تراكمية لفوق 40 سنة من حركة الزواج والطلاق في دولة الكويت لكل من بقي على قيد الحياة وهو منفصل من 40 سنة لليوم. هناك 56 ألف مطلقة. نعم. فهي عملية تراكمية، يعني خلينا نقول يمكن هناك امرأة قد تكون جدة الآن عمرها 60 سنة 70 سنة 30 سنة 20 سنة، كل من انفصل وهو على قيد الحياة من قبل 40 سنة لليوم عددهم 56 ألف. قد يكون هناك بعض الحالات تكون مكررة أيضا، صح؟ حالات الطلاق هي تسجيل حالة طلاق، ففي حال مثلا خلينا نقول شخص مثلا طلق مرتين هل ممكن يعتبر اثنين ولا هي الإحصائية ما بينت هذا الشيء، وهذه الإحصائية صادرة من هيئة العامة للمعلومات المدنية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، نفس الإحصائية بينت أن ثلثي هالرقم عندهم أبناء، 38 ألف من 56 عندهم أبناء، ثلثي الرقم العدد الأكبر، وهذا يدل أن العدد الأكبر من هؤلاء النساء اللي انفصلوا ما زالوا أسر قائمة، ليست هي امرأة عزباء وما زالت تعيش لوحدها، هي أسرة قائمة ما زالت عندها مسؤولية وعندها أسرة وتقر عينها بالأسرة. من التعاريف الطريفة اللي مرت علي في بعض كتب علوم الاجتماع للأسرة، يقولون الأسرة تعريفها هي رجل، هي أم وأبناء، وقد يكون الأب موجودا. لاحظ مسكين إذا طلق صار هو العزب، والأسرة ما تزال قائمة لأن الحضانة تكون عند الأم غالبا وعادة. فأرد أقول هم أسر قائمة وما زالوا موجودين، هذه النقطة رقم اثنين لازم نوضحها. نقطة رقم ثلاثة وأيضا هذه مهمة، الإحصائية عندنا في وزارة العدل الصادرة الرسمية تبين أن عندنا كل سنة 2000 حالة زواج لمطلقات من المواطنات، يعني إذا عندنا بالسنة تقريبا 10,000 حالة زواج بين المواطنين ترى 2000 منهم هم مطلقات قاعد يتزوجون. فحركة الزواج أيضا للمرأة المطلقة كبيرة، تمثل 20% من حالات الزواج. فإحنا إذا نظرنا إلى هذه الإحصائية بهذه الطريقة كملخص أن 56 ألف هم تراكم، عملية تراكمية لثلاثين أربعين سنة، رقم اثنين إذا شفناها أنهم أسر ما زالت قائمة مع أبنائهم ثلثينهم، إذا شفناهم أن عدد كبير منهم قاعد يتزوج وينتقل لمرحلة الزواج، إذا نظرنا للموضوع بهذا الشكل يكون الموضوع أهون من النظر إليه أن 56 ألف حصلوا مؤخرا في فترة وجيزة وهم عايشين بروحهم ويعانون مرارة الطلاق. الأمر مو هذه الصورة، بهذا الصيغة تحس أنها كارثة أصلا، في مصيبة بالضبط اجتماعية، لكن الواقع مو هذا. لكن إحنا إذا ذكرنا هذه الإحصائيات المفروض هذه الإحصائيات تعطينا دافع لوضع استراتيجيات كيف نستطيع أن نتعامل مع هذه المشكلة وكيف نستطيع أن نقللها. هذا هو الهدف من ذكر هذه الإحصائيات. ونقطة أخيرة أذكرها، وللأسف دائما وسائل التواصل الاجتماعي لما يظهرون هذه الإحصائيات يظهرون الجانب السلبي فيها ما يظهرون الجانب الإيجابي. طيب لماذا اللي ذكر الإحصائية ما ذكر أن هناك 270 ألف أسرة قائمة الحين في دولة الكويت؟ يعني 5 أضعاف أكثر من عدد المنفصلات المطلقات، هناك 270 ألف أسرة قائمة إلى اليوم. ليش ما نبدي ونذكر هذا الرقم ثم نقول هناك حالة طلاق كذا ونوضح؟ لكن للأسف تسليط الضوء على هذا الرقم بهذه الطريقة يترك آثار سلبية لابد من فهمها.